بيبدأ المسلسل بشاب سنه 15 سنة اسمه جون، وبيكون جون عايش في جزيرة في المحيط الأطلنطي اسمها أوت بانكس، والجزيرة دي بتنقسم لجزئين، جزء بيكون عايش فيه الأغنياء والجزء التاني بيكون مخصص للفقراء. وبيكون لجون مجموعة من الأصدقاء بتتكون من جي واللي بيكون أبوه مدمن واللي سجل إجرامي سابق، وتاني واحد في شلة جون اسمه بوب واللي بيكون أذكى واحد فيهم، وبيكون بوب شاطر جدا في دراسته، وعلشان كده هو حصل على منحة دراسية هتبدأ قريب، وبيقضي بوب أغلب وقت في مساعدة أبوه هيوارد، واللي بتكون شغلته هو إنه يوصل طلبات واحتياجات الناس الأغنياء للحي بتاعهم. وتالت واحدة في الشلة اسمها كيارا، واللي بتكون بنت راجل غني اسمه مايك، وبيكون صاحب مطعم كبير في الجزيرة، وعلشان كده هو من ضمن طبقة الأغنياء. لكن كيارا بتكره حياتها وسط أهلها، وده لأن أبوها كان من ضمن الطبقة الفقيرة ودفع فلوس كتير جدا علشان ينضم لطبقة الأغنياء ويبقى واحد منهم. علشان كده هي بتقضي وقتها مع شلة أصحابها الفقراء. وبنعرف إن أبو جون اللي بيكون اسمه بيج جون اختفى من شهور في البحر، ومن وقتها الشرطة اعتبرته ميت، واتنقلت وصاية جون لعمه اللي اسمه تيدي. لكن تيدي عم جون موجود برا الجزيرة باستمرار بسبب شغله، وبعد فترة بتعرف الشرطة بسفر تيدي عم جون، فبتقرر ان هي تنقل جون لدار رعاية خاص او تشوف له اسرة تتبناه. لكن جون بيكذب عليهم وبيقول لهم ان هو وعمه على تواصل دايم مع بعض، وان عمه هيرجع قريب جدا من شغله وهيعيش معاه. وبنعرف ان جون بيعمل كل ده علشان يفضل قاعد في بيته، وده لان هو مش قادر يصدق موت ابوه ومقتنع ان هو لسه عايش ومصيره هيرجع للبيت. فبتقول له الموظفه ان هم هيبعتوا حد من طرفهم تاني يوم علشان يزور جون في بيته، ولو ما لقوش عمه موجود معاه هيتحول لدار الرعايه. وبيجي تاني يوم وبتتعرض الجزيرة لإعصار قوي جدا بيسبب خسائر كتير، فبيستغل جون الفرصة وبيتصل بالموظفة علشان يأجل ميعاد الزيارة. واليوم اللي بعده بينتهي الإعصار لكن بيسبب وراه دمار كبير، وبيقرر جون وأصحابه إن هم ياخدوا المركب ويروحوا يصطادوا، وده لأن بعد كل إعصار بتتجمع الأسماك بأعداد كبيرة على سطح المية، وده معناه إن هم هيقدروا يصطادوا كميات كبيرة من الأسماك بكل سهولة. وبمجرد ما بيقربوا للمكان اللي هيصطادوا منه وبيتخبط المركب بتاعهم في صخرة كبيرة وبيقف فجأة، وبيقع جاي من على المركب بسبب قوة الدفع. وفي الوقت ده كلهم بيلاحظوا وجود مركب غرقان في المية، فبيخمنوا ان في جثث موجودة تحت المية، علشان كده بيقرروا ان هم ينزلوا في المية ويستخرجوهم. واول ما بيوصلوا للمركب تحت المية مش بيلاقوا اي حد، لكنهم بيكتشفوا ان المركب دي غالية جدا، وبيتوقعوا ان مالكها حد من طبقة الاغنياء، فبيستغربوا كلهم من وجود المركب دي في منطقة الفقراء. وبيقرر جون ان هو ينزل المية تاني علشان يعرف معلومات اكتر عن المركب، وبيلاقي جون مفتاح اوضه فندق وبيكون محفور عليه اسم الفندق، فبيستنتجوا ان صاحب المركب ده كان نازل في الفندق ده، وبيقرروا انهم يروحوا الفندق علشان يعرفوا مين صاحب المركب. وفي الوقت ده وعلى مسافه قريبه بتكون في جثه على سطح الميه، لكن محدش فيهم بياخد باله منها. وبنروح لحي الأغنية وبنشوف واحدة ست من الطبقة الفقيرة اسمها لانا، وبتكون لانا بتزور راجل غني تاني اسمه كاميرون، وبتسأله لانا عن سكوتر جوزها، وده لأنه يبقى صاحب كاميرون واللي اختفى من وقت الإعصار. فبيسأل كاميرون بنته سارة عن سكوتر، فبتقوله إن هي شافته قبل الإعصار لما كان بيساعدها في حاجة تخص المركب بتاعهم، لكن بعدها مشي ومن وقتها وهي ما تعرفش عنه حاجة. وفي الوقت ده بيوصل الشباب للفندق وبيكتشفوا ان هو فاضي من وقت الاعصار، فبيقرر جون وجي ان هم يدخلوا الاوضه بنفسهم. اما كيارا وبوب فبتكون مهمتهم هي انهم يامنوا الطريق ليهم. وبمجرد ما بيوصلوا الاثنين للاوضه بيلاقوا جواها خزنه، وبيكون رقمها السري مكتوب على ورقه موجوده على ترابيزه جنبهم. فبيفتحوا الخزنه وبيلاقوا جواها فلوس كتير وجنبها مسدس، فبيمسك جي المسدس وبيكون فرحان بيه جدا، وده لانه اول مره يمسك سلاح بايده. وفجاه بتوصل الشرطه للمكان وبيكون رايحين يفتشوا نفس الأوضة، فبيحاول بوب وكيارا يحذروا جون وجي، وبيفضلوا يرموا طوب على شباك الأوضة. وفي آخر لحظة جون وجي بياخدوا بالهم من تحذيرهم، فبياخدوا المسدس ومبلغ صغير من الفلوس وبيخرجوا من الشباك، وبيفضلوا هما الاتنين واقفين على شباك الأوضة من بره بدون أي حركة علشان الشرطة ما تسمعش صوتهم وهم بيهربوا. وبتدخل الشرطة للأوضة وبتفتشها، وبيستغرب جون وجي لما بيشوفوا شوب نائب المأمور والشرطية اللي معاهم ما بيسرقوا الفلوس لنفسهم. وبعدها بيخرجوا من الأوضة بيمشوا، وبيركب جون واصحابه المركب بتاعتهم علشان يرجعوا لبيت جون. ولكن بوب بيقلق لما بيعرف ان جي سرق المسدس، وبيكون خايف لحسن يتقبض عليهم ويخسر المنحه الدراسيه بتاعته، فبيطمنه جي وبيقول له انه وقتها هو هيبرأه من القصه كلها. لكنهم لما بيوصلوا بيعرفوا ان الشرطه لقت جثه سكوتر في الميه، وبيعرف جون واصحابه ان سكوتر يبقى هو نفسه صاحب المركب اللي لقوها، وان الشرطه حاليا بتدور على المركب في كل مكان. فبيتجمعوا كلهم في بيت جون وبيقرروا ان هم ينسوا كل اللي شافوه.
فوق وكأن مفيش أي حاجة حصلت. لكن جاي بيبقى مستغرب إزاي راجل فقير زي سكوتر اشترى مركب غالية زي دي، وبيخمن جاي إن سكوتر بيتاجر في المخدرات، علشان كده بيقنع صحابه إنهم يروحوا للمستنقع اللي لقوا فيه المركب الغرقانة ويفتشوها، علشان لو لقوا أي بضاعة ياخدوها ويبيعوها ويكسبوا منها فلوس كتير، ولو ما لقوش مش هيخسروا أي حاجة. وبعد شوية تفكير كتير بيوافق أصحابه على فكرته، وبما إن الجزيرة صغيرة ومفيش حاجة بتستخبى فيها فهم لازم يعملوا حاجة يغطوا بيها على غيابهم، فبيقرروا إنهم يعزموا كل الشباب اللي موجودين في المنطقة على بيرة، علشان لو اختفوا بعدها وراحوا ينفذوا خطتهم محدش يكتشف إن هم غايبين من وقت طويل. فبعدها بياخدوا برميل بيرة وبيروحوا لمكان بيكون في حفلة كبيرة فيها تجمع لشباب كتير، وبيكون من ضمنهم عدد كبير من الشباب الأغنياء. وأثناء ما الحفلة شغالة بتظهر سارة، وبنعرف إن سارة هي أشهر واحدة من أبناء الأسر الغنية على الجزيرة، وبتكون سارة جاية تحتفل مع أصحابها وبيكون معها حبيبها اللي اسمه توبر. وبنعرف هنا إن كيارا وسارة كانوا أصحاب جدا زمان، لكن حصل بينهم مشكلة ومن وقتها هما ما بيكلموش بعض، لدرجة إن كيارا بقت تكره إن هي تشوف سارة قدامها في أي مكان. وأثناء الحفلة بتحصل مشكلة بين جون وتوبر، وده لأن توبر مغرور ومتعجرف جدا، وبيقدر توبر إن هو يضرب جون وبيكون عاوز يغرقه في البحر، فبيطلع جاي المسدس اللي معاه وبيحطه على دماغ توبر علشان يخوفه وينقذ صاحبه. وبعدها بيدخل جاي في حالة غضب وبيضرب نار في الهواء، فبيخاف كل الموجودين في الحفلة وبيمشوا من المكان بسرعة، وبيقع جون وأصحابه في مشكلة كبيرة، وهي إن الكل عارف إن معاهم مسدس. وتاني يوم بيصحى جون على صوت مأمور مركز الشرطة اللي اسمها بتركين، واللي بتكون جاية علشان تتكلم معاهم في موضوع الوصاية. وبتفهم بتركين من الكدمات اللي في وش جون ان هو كان في خناقة امبارح مع الشباب الاغنية، فبتسأله عن السلاح اللي ظهر في الخناقة، فبيقول لها جون ان حصلت خناقة فعلا ولكنه بينكر وجود اسلحة. فبتغير بتركين الموضوع وبتسأله بطريقة مباشرة اذا كان راح هو واصحابه ناحية المركب الغرقانة وفتش هناك، فبينكر جون ان هو راح عند المركب اصلا. لكن بتركين مش بتصدقه، وبتوعده ان هو لو بعد عن المستنقع اللي فيه المركب الغرقانه هتساعده في موضوع الرعايه بتاعته. فبيجري جون بسرعه وبيبلغ اصحابه باللي حصل، وبيقول لهم ان هو قرر يسمع كلام بتركينة علشان تساعده في موضوع الرعايه. لكن جاي بيكون له راي تاني كالعاده، وبيبقى شايف ان هم لو راحوا يفتشوا المركب الغرقانه ولقوا فيها مخدرات ممكن يبيعوها، وساعتها هيتنقلوا نقله تانيه وهيبقوا من الطبقه الغنيه. فبيقتنع جون بالكلام ده وبيتجاهل نصيحه بتركين، وبتكون مهمته هو انه يسرق معدات الغطس من المركب بتاعت كاميرون او سارة، ولان جون بيشتغل عند كاميرون من زمان فبيقدر ان هو يسرق المعدات بسهولة. لكنهم بيكتشفوا ان الاكسجين اللي في الاسطوانات يكفي شخص واحد بس ولمدة ربع ساعة مش اكتر، فبيروحوا ناحية حطام المركب الغرقانة، وبيقرر جون ان هو اللي يغطس. وفي نفس الوقت بتكون الشرطة قدرت تحدد مكان المركب الغرقانة، وبيجهزوا اكتر من مركب علشان يتحركوا تاني يوم لهناك. وبعدها الضابط شوب بيعمل جولة في المستنقع، واول ما بيشوف اصحاب جون بيروح لهم وبيكون شاكك فيهم بسبب وجودهم في المكان ده، وبيسألهم عن جون وبيكون مستغرب من غيابه، وبيقرر ان هو يفتش المركب. وفي الوقت ده بيكون جون تحت المية وبيدور على اي بضاعة في السفينة، وبيلاقي شنطة سودا جوه المخزن، فبياخدها وبيرجع للمركب وبيشوفوا جون من تحت المية هو واقف على المركب، وبيكون المفتش خلص تفتيش وما لقاش اي حاجه ممنوعه على المركب، فبيقرر ان هو يمشي ويسيبهم. وبمجرد ما بيمشي بيخرج جون من الميه على طول، وبيكون جايب معاه الشنطه السوداء اللي لقاها جوه مخزن المركب. وقبل ما يفتحوا الشنطه بيتفاجئوا بمركب عليها راجلين شكلهم غريب وجايه ناحيتهم، فبيشغلوا المركب بتاعهم وبيجروا بسرعه، وبترمي كيارا حاجه في الميه وبيخبطوا فيها فبتعطلهم. وبمجرد ما بيوصل جون واصحابه للشاطئ بيفتحوا الشنطه وكلهم امل وتفاؤل، لكنهم بيتفاجئوا ان الشنطه فاضيه وما فيهاش اي حاجه غير بوصله قديمه جدا. وبيظهر ان جون هو الوحيد اللي مبسوط فيهم، لان دي تبقى بوصله ابوه اللي هو ورثها من اسرته زمان. وبعدها بيروح جون يرجع معدات الغطس لمركب كاميرون، وبيتفاجئ ان ساره نايمه هناك وبتعرف ان هو سرق المعدات من ابوها، ومع ذلك بتوعده ان هي مش هتقول لابوها علشان ما يرفضهوش من شغله. لكن اختها الصغيره ويزي بتكون في المركب وبتسمع كل حاجه، فبتجري ويزي وبتحكي لتوبر على اللي حصل، فبيبلغ توبر ابو ساره باللي هو عارفه، وبتكون النتيجة ان جون بيترفض من شغله. وبعدها جون بيقابل صاحبه جاي، وبيكونوا مستغربين من سبب وجود بوصلة ابو جون في مركب سكوتر، وبيقرروا انهم لازم يزوروا لانا مرات سكوتر في بيتها علشان يسألوها عن البوصلة دي. لكن بمجرد ما بيوصلوا لهناك بيشوفوا الرجالين اللي كانوا بيطردوهم في المستنقع، وبيكونوا بيضربوا لانا عشان يعرفوا منها مكان البوصلة، لكن هي بتفضل تعيط وبتقول لهم ان هي ما تعرفش حاجة عنها. وبعد ما الرجالين دول بيمشوا بيدخل جون وجاي للبيت وبيطمنوا على لانا، وبيعرف
بيعرفوها ان هم لقوا البوصلة وبيسألوها عن سبب وجودها في المركب بتاع جوزها، فبتطلب منهم لانا ان هم ياخدوا البوصلة ويختفوا قبل ما حد يعرف ان هي معاهم. وبعدها بيتجمع جون واصحابه وبيكونوا قلقانين من تحذير لانا ليهم، وبيتأكدوا هنا ان الموضوع وراه لغز كبير. وبيقول جون ان ابوه كان مهتم بقصة سفينة خاصة بتاجر اسمه التاجر الملكي، وان السفينة دي غرقت من زمان في المحيط الاطلنطي. وبيحكي جون ان ابوه قضى سنين كتير من حياته بيعمل دراسات على سفينة التاجر الملكي علشان يحدد مكان حطام السفينة دي دلوقتي، وده لان السفينة كان عليها سبائك ذهب بقيمة 400 مليون دولار. وبيكون جون مستغرب ان الناس دي بتدور على البوصلة، فبيقرر جون ان هو يدخل مكتب ابوه ويدور فيه يمكن يلاقي اي حاجة تساعده في حل اللغز. وبمجرد ما بيدخلوا المكتب بيلاقوا لوحة عليها اسماء جدود جون اللي امتلكوا البوصلة قبل كده، وبيكون مكتوب ان كل واحد فيهم اتعرض للقتل بعد ما امتلك البوصلة بفترة قليلة، وبعدها بتتنقل ملكية البوصلة لابن الشخص اللي اتقتل، وهكذا لحد ما وصلت لابو جون. فبيفتح جون البوصلة وبيلاقي محفور جواها كلمة ريدفيلد، فبيستنتج جون ان ابوه عايز يوصل له رسالة معينة، وبيقرر جون ان هو يبحث ورا الكلمة دي. واثناء ما هما بيتكلموا وبيتفاجئوا بنفس الراجلين بيوصلوا للمكان، وبيظهر ان هما جايين علشان يفتشوا البيت، فبيفتحوا الشباك بسرعة وبيهربوا كلهم. وبعدها بياخد الراجلين كل الابحاث الخاصة بابو جون واللي بيكون فيها معلومات عن مكان سفينة التاجر الملكي وبيمشوا. وبيقول جون لاصحابه ان ريدفيلد ده يبقى اسم المنارة اللي عندهم على الجزيرة، فبيروحوا بسرعة لهناك وبيقف جاي وبوب علشان يأمنوا المكان من بره. وبيدخل جون وكيارا للمنارة علشان يقابلوا العامل اللي بيشتغل فيها، فبيسألوا جون عن مكان حطام سفينة التاجر الملكي، فبيقول له العامل ان كل الناس فاكرة ان حطام السفينة موجود في الجنوب، لكن هو درس الاحداثيات كويس وقدر يوصل لان حطام السفينة دي موجود عند الطرف الشمالي واللي بيكون على بعد 16 كيلو من الشاطئ. فبيطلع جون البوصلة اللي معاه وبيسأل العامل لو يعرف ابوه كان يقصد ايه بالظبط لما كتب عليها كلمة ريدفيلد، لكن جون بيتفاجئ ان العامل بيكلم الشرطة علشان يقبض عليه، فبيخاف جون وبيخبط ايد العامل في الازاز وبيجري هو وكيارا بسرعة. وبتوصل الشرطة للمكان فبيخاف بوب وجي وبيركبوا العربية وبيمشوا بسرعة، وجون وكيارا بيفضلوا يجروا لحد ما بيبعدوا عن المكان، لكن في النهاية الشرطة بتقدر تلاقيهم وبتقبض عليهم. وفي مركز الشرطة بتركين بتكون عارفة بقصة البوصلة، وبتعرض بتركين على جون ان هو يسلمها البوصلة، وفي المقابل هي هترفع عنه الرعاية اللي هم عايزين يفرضوها عليه، لكن جون بينكر ان هو يعرف حاجة عن البوصلة. وبعدها بشوية بيجي والد كيارا وبيخرجهم من مركز الشرطة بكفالة، وفي طريقه للبيت بيتفاجئ جون بنفس الراجلين بيجروا وراه، لكن في اخر لحظة بتظهر بتركين واللي بمجرد ما الراجلين بيشوفوها بيهربوا بسرعة، فبتاخد جون معاها في العربية، والمرة دي بتقنعه ان هو يديها البوصلة علشان تحميه من الناس دي. وبعدها بيرجع جون لبيته وبيكون متأثر جدا، وده لان هو لأول مرة بيصدق ان ابوه مات، فبياخد كل متعلقات ابوه علشان يحرقها. وبالصدفة جون بيلاقي لوحة بأسامي شجرة عيلته، ومن خلالها بيكتشف جون ان جدته كان اسمها ريدفيلد، فبيستنتج جون ان ده كان قصد والده لما كتب اسمها على البوصلة. وبيتصل بكل اصحابه وبيعرفهم باللي هو اكتشفه، فبيقرروا يروحوا عند قبر جدة جون يمكن يلاقوا حاجة. وبتدخل كيارا جوه المقبرة وبتلاقي رسالة مكتوب عليها اسم الدلع بتاع جون اللي كان ابوه بينادي بيه دايما، فبياخدوا الرسالة وبيرجعوا بسرعة للبيت، وهناك بيفتحوا الرسالة وبيلاقوها عبارة عن خريطة من تصميم ابو جون، وبيكون محدد في الخريطة دي مكان حطام سفينة التاجر الملكي اللي هو وصل له بعد ابحاث كتير. وبيلاقوا جهاز تسجيل عليه رسالة بصوت ابو جون، وبيطلب فيها ابوه منه ان هو يروح يستكشف المكان من بعده لو حصل له حاجة، فبيفرحوا كلهم وبيفضل كل حد فيهم يتخيل نفسه هيعمل ايه بعد ما يلاقوا الكنز. وتاني يوم جون واصحابه بيجهزوا نفسهم علشان يروحوا عند مكان سفينة التاجر الملكي، وبيقترح عليهم جاي ان هم يروحوا يسرقوا مكان معين بيبيع كاميرات تصوير تحت المية علشان تساعدهم الكاميرات دي في ان هم يعرفوا اذا كانت السفينة موجودة هناك فعلا ولا لا، وبكده هم هيتفادوا ان حد فيهم يتعرض للخطر. فبيروحوا كلهم للمكان وبتقدر كيا تشغل فرض الحراسة لحد ما الباقيين يسرقوا المعدات ويمشوا. وبعدها بيروح بوب وجاي لحي الاغنية علشان يوصلوا الطلبات للناس اللي هناك، وبيكون كل واحد فيهم هيوصل طلب في مكان غير التاني. وبيتفاجئ بوب بتوبر وريف اخو سارة وهم جايين، وبيفضلوا يرخموا عليه جدا، ومع انه ما بيردش عليهم وبيكون عاوز يروح يشوف شغله الا انهم بيضربوه جامد وبيسيبوه وبيمشوا. وبعدها بوب بيكون عاوز ينتقم منهم، فبيقرر ان هو يبوظ المركب الخاص باسرة توبر واللي بيكون غالي جدا ومفيش زيه على الجزيرة. وبيستخدم بوب ذكائه وبيقدر بمساعدة جين هو يبوظ المركب، ويبان ان المركب باظ بسبب سوء الاستخدام. وبعدها بيغرق المركب وبيسيبوه وبيمشوا، وهم راجعين بوب بيطلب من جين ان هو ما يقولش اي حاجة لباقي اصحابهم،
وتاني يوم بيستعد جون واصحابه لمهمة البحث عن الذهب، وبيكون دور جي هو قيادة المركب. اما بوب وجون فبيحددوا مكان حطام السفينة طبقا لخريطة ابو جون، وبيكون دور كيارا هو انها تنزل الطيارة في المية علشان يعرفوا في حاجات تحت المية فعلا ولا لا. وبتفضل كيارا تنزل بالطيارة لحد ما بتوصل لعمق 250 متر تحت سطح المية، وفجأة بتظهر حاجة غريبة من خلال الشاشة اللي على المركب، لكنهم لما بيركزوا بيلاقوها مجموعة من الاسماك. وبعد شوية بحث كتير بيتأكدوا ان المكان فاضي ومفهوش اي حطام، فبيرجع كل واحد فيهم لبيته وهو محبط. وبيتفاجئ جون بمدير الدار الرعاية وهي مستنياه في بيته، وبيكون جاي معاها ضابط شرطة قوي جدا. فبيفهم جون ان مفيش فايدة من المقاومة، وفي الطريق جون بيرمي صورة ابوه من الشباك، وبيقول لمديرة الدار ان الصورة وقعت منه غصب عنه، وبيترجاها ان هو ينزل يجيبها لانه مش معاه صورة لابوه غيرها. فبتصدقه المديرة وبتسيبه ينزل، لكنه بيضحك عليها وبيهرب، وبيفضل يجري في الشوارع بكل سرعته لحد ما بيسرع عجلة صغيرة علشان يقدر يبعد عن المنطقة بسرعة، لكنه في الطريق بيخبط في سلسلة حديد وبيقع على الارض وبيتعور. وبالصدفة بتشوفه سارة وبيصعب عليها وبتاخده في عربيتها علشان تهربه، وبعدها بتاخده معاها البيت علشان تعالج جروحه، وده كله بيكون من ورا ابوها. واثناء ما هي بتعالج الجروح بيلاحظ جون صورة راجل شكله غريب متعلقة على الحيطة، وبيعرف من سارة ان الراجل ده يبقى اسمه دنمارك، وان دنمارك ده هو اللي اشترى زمان جزء كبير من الحي الغني، ووقتها هو دفع الثمن بالذهب اللي كان معاه واللي محدش يعرف هو جابه منين لحد دلوقتي. فبيفتكر هنا جون ان هو سمع الاسم ده قبل كده، ولما بيطلع الخريطة اللي معاه بيكتشف ان دنمارك يبقى واحد من ركاب سفينة التاجر الملكي، واللي المفروض ان كلهم غرقوا في السفينة. فبيستنتج جون ان دنمارك هو الناجي الوحيد من الركاب، وبيقرر ان هو يدور وراه علشان يعرف مكان الذهب. وبيعرف جون من سارة ان متعلقات دنمارك الشخصية موجودة حاليا في ارشيف جوه المتحف في المدينة، فبيقرر جون يروح لهناك، لكن بيعرف من سارة ان ده مكان للاغنياء بس، فبيطلب منها تساعده في دخول المتحف. فبتسأله عن سبب اهتمامه بدنمارك، فبيرفض ان هو يقول لها اي حاجة، ولكن بسبب فضول سارة بتقرر تروح معاه من غير ما تكون فاهمة حاجة. وبعدها بيروحوا هما الاتنين على المينا علشان يركبوا منها المركب اللي هتوصلهم للمدينة، وهناك بيكتشفوا ان كل التذاكر اتباعت. فبينتحلوا شخصية عمال وبيستخبوا في غرفة المحرك الخاص بالمركب، واول ما بتوصل المركب للمدينة بيخرجوا بسرعة قبل ما حد يشوفهم، ولكنهم بيكتشفوا ان هدومهم باظت اثناء رحلتهم، فبيروحوا لمحل ملابس، ومن هناك بتختار سارة ملابس غالية وشيك جدا ليهم هما الاتنين. وبعدها بيروحوا المتحف وبيكون فيه موظفة عارفة سارة كويس، وده لان ابوها اكبر متبرع للمتحف، وبتوصلهم الموظفة للغرفة اللي فيها متعلقات دنمارك الشخصية، ومن خلالها بيكتشفوا ان هو اتعدم بعد ما تم اتهامه بالتمرد، وده لان هو كان بيشتري العبيد بالذهب اللي معاه وبيديلهم حريتهم، وبيكون سايب رسالة لابنه في نفس اليوم اللي هو اتعدم فيه، لكنها بتكون بلغة غريبة جدا وهم مش عارفين يترجموها خالص. فبيصور جون الرسالة وبيحتفظ بيها، ولما بيرجعوا للجزيرة بيكتشف جون ان سارة بنت مختلفة عن باقي ولاد الاغنياء، وبيظهر ان هما الاتنين اعجبوا ببعض، وكل واحد فيهم بيصرح التاني بمشاعره. وبيعرف جون ان سارة عايزة تنفصل عن توبر، وبيقرروا ان هما يخبوا علاقتهم عن الناس، وده لان في قانون في الجزيرة بيمنع ارتباط حد من الفقراء بحد من الاغنياء. وفي نفس الوقت ده بتكتشف ام توبر غرق المركب بتاعتهم، ومن خلال الكاميرات بتعرف الشرطة ان بوب هو اللي عمل كده، وده لانهم بيلاقوه موجود بمركب ابوه في المكان والوقت اللي غرقت فيه المركب. فبيروحوا بيته علشان يقبضوا عليه، وهناك جي بيتعاطف مع صديقه بوب، وبيكون عارف ان هو هيتسجن وهيخسر المنحة الدراسية، فبيضحي جي بنفسه وبيقول للشرطي ان هو اللي عمل كده. فبتقبض الشرطة على جي وبياخدوه لمركز الشرطة، وفي نفس الوقت بيجي بلاغ للشرطة انهم لقوا جثتين في البحيرة. وبعد التشريح بيكتشف انهم الراجلين اللي كانوا بيطردوا جون واصحابه، وبيقول الطبيب الشرعي اللي بيتركين ان الجثتين فيهم اثار جروح كتير، لكنهم بالرغم من كده ما ماتوش غرقانين، وان اللي عمل كده قتلهم الاول وبعدها رماهم لسمك القرش علشان يبان ان الموضوع حادثه عاديه. فبتروح بتركين لجي وبتقول ان الراجلين اللي كانوا بيطردوهم اتقتلوا، وده معناه ان في خطوره عليه وعلى جون، وبتقول له ان هي عارفه ان هما بيدوروا على سفينه التاجر الملكي. فبتطلب منه يجيب جون لمركز الشرطة علشان يعترف بكل اللي هو يعرفه عن السفينة، وده في مقابل ان هي توفر لهم الحماية من الناس اللي بيدوروا عليهم. وبعدها بيجي لوك ابو جي وبيمضي على اقرار بان هو هيدفع مبلغ 30,000 دولار تمن تلفيات المركب اللي بوظه ابنه. وبعدها لوك بياخد جي وبيخرجوا من مركز الشرطة، وبمجرد ما بيركبوا العربية لوك بيضرب جي جامد جدا، وده لان هو مجبر يدفع كل الفلوس دي بسبب غبائه.
وفي الوقت ده بيزور جون مدرس التاريخ في مدرسته وبيطلب منه يترجم له الجواب اللي كتبه الدنمارك، وبيكون الكلام عبارة عن رسالة وداع من دنمارك لابنه. ولكن في اخر الجواب بيطلب دنمارك من ابنه ان هو يحصد القمح الموجود في قطعة الارض رقم 9، فبيفهم جون ان دي رسالة مشفرة وان دنمارك كان بيحاول يوصف لابنه مكان الذهب. فبيروح جون وبيقابل جي وبيبلغه بكل اللي هو يعرفه، وفي نفس اليوم بيكون الأغنياء متجمعين في الحي بتاعهم وبيكونوا عاملين حفلة كبيرة بمناسبة منتصف فصل الصيف، وبتكون كيارة في الحفلة بصفتها واحدة من الأغنياء، وبيكون بوب هو كمان حاضر في الحفلة مع أبوه علشان يجيبوا للناس طلباتهم أثناء الحفلة، وبيكون جون عاوز يوصل لسارة بأي طريقة، فبيقرر جي إن هو يتنكر في زي نادل ويدخل الحفلة، وبعدها بيروح لسارة وبيديها رسالة مكتوبة من جون وبيطلب فيها منها إن هو يقابلها لأنه محتاج منها خدمة، فبتروح سارة علشان تقابله. أول ما جون بيشوفها بصراحة بموضوع الذهب وبيقول لها ان هو هيقدر يوصل لمكانه، ومش فاضل بس غير ان هو يلاقي خريطة تفصيلية لحي الأغنية علشان يحدد قطعة الأرض رقم 9 فين بالظبط. فبتقول له سارة ان الخريطة دي موجودة في مكتب أبوها، وبتقول له ان هي هتدخل المكتب بعد الحفلة وهتجيبها من هناك، وبيتفقوا انهم يتقابلوا بعدها عند البحر. وفي الوقت ده بيشوفهم توبر لكنه ما بيقدرش يحدد هي واقفة مع مين، ولما بيسألها توبر بتقول له ان هي كانت بتتكلم مع واحدة صاحبتها في حاجة تخص البنات. وبعدها بيتجمع جون واصحابه وبيحكي لهم جون على كل اللي هو وصل له، فبتتضايق كيارة علشان سارة عرفت بموضوع الذهب، وده لان هي في نظرها مجرد بنت طماعة ومش بتفكر غير في الفلوس. فبيطمنهم جون وبيقول لهم ان هو بيمثل على سارة ان هو بيحبها، وبمجرد ما هياخد الخريطة منها هيبعد عنها ويقطع علاقته بيها. وبعد ما بتخلص الحفلة بيروح جون للبحر وبيقابل سارة في الكوخ اللي هناك وبتدي له سارة الخريطة، ولكن بتكتشف ان توبر كان بيراقبها وجاي علشان يعرف هي بتقابل مين من وراه، وبيفقد توبر اعصابه بسبب ان سارة فضلت حد من الشباب الفقر عليه، وبيهجم توبر على جون وبيزقه وبيوقعه من فوق الكوخ وبيفقد الوعي. والتاني يوم بيفوق جون في المستشفى وبيلاقي سارة قدامه، وبيجي كاميرون ابو سارة وبيعرف جون ان هي حكت لابوها على مشكلة الرعاية الخاصة بيه، وبيقرر كاميرون ان هو يسامح جون على كل اللي حصل ويتبناه ويكون هو المسؤول عنه. فبيفرح جون جدا بالخبر ده لانه اخيرا هيجرب حياة الاغنية، وبمجرد ما بيخف جون بياخده كاميرون على الفيلا بتاعته، وهناك جون بيتصدم لما كاميرون بيسأله هو عايز خريطة الجزيرة ليه، فبيقول له جون ان هو بيحب مادة التاريخ وعلشان كده هو مهتم يعرف معلومات اكتر عن الجزيرة. وبعدها بياخد جون الخريطة وبيروح يقابل اصحابه، وبيكتشفوا ان في اماكن كتير اتغيرت في الجزيرة وده هيصعب عليهم مهمتهم في البحث عن قطعة الارض رقم 9، فبيقرروا انهم يدوروا على المباني اللي عمرها اكتر من 100 سنة ويقارنوا مكانها على الخريطة بالوضع الحالي للجزيرة، وبيفضلوا يدوروا لحد ما بيحددوا مكان قطعة الارض، وبتكون هي نفسها الارض اللي مبني عليها بيت واحدة اسمها كرين. واول ما بيسمعوا الاسم بيخافوا كلهم، وده لان الست دي الناس بتقول ان هي قتلت جوزها. فبيقول لهم جاي ان أليس بنت كرين كانت هي المربية بتاعته، وفي يوم حكت لهم انه هي طفلة صمت ابوها وامها بيتخانقوا بالليل، وبعدها بشوية أليس شافت امها وهي بتغسل ايديها من الدم، ووقتها امها قالت لها ان هي تعورت في ايديها. لكن تاني يوم اكتشفت أليس ان راس ابوها محطوطة في واحد من حمامات البيت، ومن يومها وهي مرعوبة من امها لدرجة ان هي خافت تحكي لاي حد على اللي شافته. وبالرغم من خوفهم ورعبهم من الست صاحبة البيت دي الا ان الذهب بالنسبة لهم مهم، فبيدخلوا جنينة البيت بهدوء ومن غير ما حد يحس، وبيلاقوا كوخ صغير وهناك بيلاحظ بوب ان الناموس كتير جدا، فبيخمن ان في بركة مية تحتيهم، فبيرفع واحدة من اخشاب ارضية الكوخ وبيكتشف ان في تحتيهم بير مية. فبيفتكر هنا جون رسالة دنمارك لابنه واللي كان بيقوله فيها ان هو يروح يحصد القمح اللي جنب المية، فبيستنتج ان هما كده قريبين جدا من الذهب، لكنهم بيقرروا انهم يمشوا دلوقتي لحد ما يلاقوا حبل طويل ينزلوا بيه البير. وبعدها جون بيقرر ان هو يضم سارة ليهم، لكن بتظهر لهم مشكلة وهي ان سارة وكيارة متخاصمين والاتنين مش طايقين بعض خالص، وعلشان مصلحة الكل جون بيقرر يخدع سارة وكيارة وبيعمل فيهم الاتنين خدعة وبيحبسهم هما الاتنين على مركب في البحيرة، وبيكون معطل المركب من قبلها وبيقرر يسيبهم الاتنين فيها علشان يتعاونوا سوا ويحلوا المشكلة اللي هما فيها ويتصالحوا. وبتنجح خدعة جون وبتعتذر كل واحدة فيهم للتانية على اللي حصل بينهم زمان، وبيرجعوا اصحاب من تاني، وبكده بيكون فريق جون جاهز
جاهز للبحث عن الذهب. وبالليل بيروحوا بيت كارين وبيكتشفوا ان عندها كشافات بتستشعر الحركة، فبتقرر كيارا وسارة ان هم يدخلوا البيت علشان يفصلوا الكهرباء من جوه. واول ما الكشافات بتنطفي بيروحوا التلات شباب ناحية الكوخ، وهناك بيربطوا جون بالحبل اللي معاهم علشان ينزلوا يدوروا على الذهب جوه البير. وبيوصل جون لاخر البير لكنه بيكون فاضي تماما، فبيتراقب جون لما بيلاقي عظم فك بني ادم، وبيمسك في صخور البير بسرعة علشان يطلع منه. واثناء ما هو بيحاول يطلع بتاع واحدة من الصخور وبيكون وراها ممر طويل بيوصل لغرفة سرية، فبيدخل جون الغرفة وبيلاقي الذهب اللي هما بيدوروا عليه، وبيكون الذهب عبارة عن سبائك كتيرة محطوطة جنب بعض. وفي اللحظة دي بتحس كريم بحركة في البيت، وبالرغم من ان هي عمية الا انها بتمسك بندقيتها وبتطرد سارة وكيارا، لكنهم بيهربوا منها وبيوصلوا لباب جوه البيت بيوصلهم للكوخ، وبتيجي وراهم كريم وبتفضل تضرب نار في كل حتة، وبيقدر جون ان هو يخرج من البير وبعدها كلهم بيهربوا من الكوخ. وفي الطريق بيحكي جون لاصحابه على اللي هو لقاه، وبيكون جايب معاه سبيك الذهب علشان يوريها لهم، فبيطيروا كلهم من الفرحه وبيبداوا يفكروا هما ازاي هيخرجوا الذهب من البير. وفي الوقت ده بيروح تاجر مخدرات اسمه بيري لبيت كاميرون، وبيهدد ابنه ريف بالقتل لو ما رجعلوش فلوسه. وبنعرف هنا ان ريف مدمن وكان بيشتري من بيري مخدرات بكميه كبيره، لكن في اخر مره ريف اخذ من بيري مخدرات ووعد ان هو هيدفع له ثمنها خلال ايام، لكن ريف ما قدرش يدفع الفلوس في ميعادها، وعلشان كده بيري بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيقول له ان ده جزء من حقه. فبيحتار ريف وما بيعرفش يتصرف، لكن بتجيله فكره وهي انه يروح يسرق ساعه من خزنه ابوه، لكن ابوه بيشوفه فبيعترف له ريف بكل حاجه. وبالليل بياخد ابوه بيروح لبيري، وهناك بينزل كاميرون من العربيه وبيسيب ابنه جواها، وبيروح كاميرون وبيدي الفلوس لبيري، لكن كاميرون قبل ما يمشي من المكان بيهجم على بيري وبيضربه بحشيه، وبينبه عليه يبعد عن ابنه والا هيقتله. وتاني يوم بيكون جون وسارة ماشيين سوا في جنينة البيت وبيتكلموا عن الذهب اللي هم وصلوا له، فبيسمعهم كاميرون بالصدفة من شباك مكتبه، وبيعرف ان هم وصلوا للذهب، وبيظهر هنا ان كاميرون هو كمان مهتم بموضوع الذهب، فبيروح لهم وبيعزم جون تاني يوم على رحلة بالمركب علشان يصطادوا سوا، وده علشان يتعرفوا على بعض اكتر بما انهم بقوا اهل. وبعدها بيتجمع جون واصحابه وبيقرروا انهم يشتروا آلة رافع علشان يقدروا يطلعوا الذهب من البير، فبيقرروا ان هم يبيعوا سبيكة الذهب اللي معاهم دي ويشتروا بتمنها المعدات اللازمة. ولكن جون بيقول لهم ان مش هينفع يبيع سبيكة الذهب بشكلها الحالي، وان اكيد اللي هيشتري منهم الذهب هيعرف ان هو ذهب قديم، وهيخمن كمان ان هم لقوا الكنز. فبتتدخل كيارا وبتحل المشكلة دي، وبتقدر تسيح سبيكة الذهب علشان تخفي معالمها. وبعدها بيروحوا كلهم على محل بيشتري ذهب، وهناك الموظفة بتنصدم من حجم السبيكة لانهم في منطقة فقيرة وبتكون دي اول مرة تشوف فيها سبيكة زي دي، فبتاخدها وبتوريها لصاحب المحل اللي بيكون هو نفسه بيري تاجر المخدرات. وبتخرج الموظفة من عنده وبتقول لهم ان مفيش فلوس كفاية دلوقتي، وبتديهم عنوان مكان تابع للمحل علشان يودوا السبيكة هناك وياخدوا الفلوس. فبيتحركوا كلهم بسرعة بالعربية على عنوان، لكن في الطريق بيتفاجئوا بعربية شرطة بتوقفهم، وبينزل منها راجل مقنع وبيرفع عليهم سلاح وبيجبرهم ينزلوا من العربية، وبعدها بيفتش العربية. واثناء ما هو بيعمل كده بيتحرك جون وبيروح على عربية الشخص المقنع وبياخد المفاتيح علشان يمنعه من الهروب. وبمجرد ما بيرجع الشخص ده لعربيته بيهجم عليه جون، وبيجي بقى اصحابه وبيضربوه، وبياخدوا منه السبيكة بتاعتهم وبيرفعوا القناع اللي على وشه. وبيعرف جاي ان ده يبقى بيري تاجر المخدرات، فبيفهم ان الموظفة تبعه هو اللي خلاها تخدعهم، فبيقرر ينتقم منه. وبياخد بطاقته وبيعرف منها عنوان بيته، وبعدها بيسيبوه وبيمشوا. وبيروح جاي على بيت بيري، وهناك بيدخل البيت وبيدور فيه على مخدرات وفلوس علشان يسرقها طبعا، وبكده يكون جاي رد البيري اللي هو عمله معاهم. فبيحاول جون ان هو يمنع جاي، وبيفهمه ان هم مش عاوزين يدخلوا في مشاكل مع بيري خصوصا في التوقيت ده، لكن جاي بيكون مصمم على اللي في دماغه، وبيفضل يدور جوه البيت لحد ما بيلاقي شنطه بيكون فيها 25,000 دولار، فبياخدها جاي وبيخرج من البيت، وبيتفاجئ ان اصحابه كلهم رافضين الفكره، فبيقرر جاي ان هو ياخد شنطه الفلوس لنفسه وبيسيبهم وبيمشي. وبعدها بيروح جاي لابوه بالفلوس اللي معاه، وبيقول له ان هو قدر يتصرف في فلوس تلفيات المركب، وعلشان كده بيقرر ان هو ياخد الفلوس دي نفسه. فبيتخانق جاي معاه وبياخد منه شنطة الفلوس بالقوة. وفي الوقت ده بيروح بيري لريف في بيته علشان يتخانق معاه ويعرفه ان اخته سارة واصحابها سرقوا فلوسه، وبيهدده ان لو فلوسه ما رجعتلوش هو هيقتل سارة.
وتاني يوم جون بيخرج مع كاميرون في الرحلة البحرية، ولكن بمجرد ما بيبعدوا عن الشاطئ كاميرون بيقول لجون ان هو عارف كل حاجة عن الدهب وعارف ان هم وصلوا لمكانه، لكن جون بينكر ان هو يعرف اي حاجة عن الكلام ده. واثناء ما كاميرون بيحاول يقنع جون ان هو يصرحه بالحقيقة بيعب الكلام وبينطق اسم ريدفيلد، فبيستنتج جون ان كاميرون كان ليه لقب ابوه وان هو اكيد شاف البوصلة اللي فيها الرسالة. وبيحاول كاميرون يغير الموضوع بعد ما استوعب الغلطة اللي هو عملها، لكن جون بيفهم ان في حاجة غلط بتحصل وبيروح على كابينة القيادة وبيصمم ان هو يرجع البيت دلوقتي حالا. وبعدها جون بيتفاجئ بكاميرون واللي بيكون معاه رمح وجاي علشان يقتله، فبيقاوم جون بكل قوته وبتقوم بينهم خناقة ومطاردة جامدة. وفي النهاية بياخد جون الموتوسيكل المائي اللي على المركب وبيهرب. وبعدها بيروح جون يزور لانا في بيتها وبيحكي لها على اللي حصل وبيطلب منها تقول له الحقيقه. وفي نفس الوقت ده كاميرون بيعور نفسه وبيروح لمركز الشرطه وبيعمل بلاغ في جون وبيتهمه بمحاوله قتله. وفي بيت لانا بيعرف جون ان من حوالي سنه كاميرون زار سكوتر ولانا في البيت، ووقتها كان خايف ومرعوب وقعد هو وسكوتر لوحدهم وحكى له على اللي حصل بينه وبين بيك جون. وبنعرف ان كاميرون وبيك جون كانوا اصحاب وان كاميرون كان بيساعد بيك جون بكل الادوات والمعدات اللي هو محتاجها علشان يوصل للذهب، لكن لما قربوا يوصلوا المكان اختلفوا هما الاثنين على نصيب كل واحد فيهم. ولان بيك جون بقاله اكتر من 20 سنة بيدور على الذهب فعرض على كاميرون 20% من الذهب والباقي كله هو، لكن كاميرون رفض واتخانق معاه. ووقع بيك جون بالغلط اثناء الخناقة وراسه اتخبطت في حافة المركب، وافتكر كاميرون ان بيك جون مات فاخذ الخريطة اللي بتدل على مكان الذهب من جيب بيك جون. وبعد شوية حيرة وتفكير كتير قرر كاميرون ان هو يرمي جثة بيك جون في البحر علشان يداري جريمته. وتاني يوم كاميرون وسكوتر بدأوا يدوروا على الذهب في كل الأماكن اللي كانت موجودة على الخريطة بتاعت بيك جون، لكنهم ما لقوش أي حاجة لحد ما جه يوم الإعصار وكان فاضل جزيرة معينة المفروض إن هم يدوروا فيها على الذهب. ولما وصل سكوتر للجزيرة لقى جثة متحللة وجنبها البوصلة، فاستنتج إن دي تبقى جثة بيك جون وإن لما كاميرون رماه في المية ما كانش ميت وإن هو وصل الجزيرة وبعدها مات. ووقتها سكوتر أخذ البوصلة ومشي، لكن في الطريق العاصفة قامت وغرق المركب وسكوتر مات. فبيتصدم جون من الكلام اللي هو بيسمعه بيجرى على البيت وبياخد المسدس وبيقرر يروح يقتل كاميرون علشان ينتقم لابوه. وهناك بيعرف من سارة ان كاميرون قدم فيه بلاغ للشرطة واتهمه بالتعدي عليه، فبيهدى جون هنا وبيقرر يرجع بيته علشان يفكر كويس قبل ما يعمل اي حاجة. وبعدها كاميرون بيتكلم مع سارة وبيحاول ان هو يشوه صورة جون قدامها وبيقول لها ان هو شاب شرير واستغلالي وطماع وان هو عارفه على حقيقته دلوقتي وعشان كده بينصحها تبعد عنه نهائي. وبالليل بيكون كاميرون سهران في مكتبه وبالصدفة بيشوف اعلان بيت معروض للبيع، وبيعرف ان صاحبة البيت قررت تبيعه لان هي خايفة ومرعوبة من بعد ما مجموعة شباب هجموا على بيتها من فترة، فبيستنتج كاميرون ان ده البيت اللي فيه الذهب. وتاني يوم بيروح جون لبيت كوين وهناك بيلاقي معدات كتير عليها اسم شركة كاميرون، فبيقلق جون وبيجري بسرعة على مكان الذهب جوه البيت، لكنه بيتصدم لما بيلاقي المكان فاضي وده معناه ان كاميرون استخرج الذهب كله. وفي نفس الوقت بيوصل بوب وابوه هاورد لمكان المقابلة الخاصة بالمنحة، وبيعرف بوب من ابوه ان هو مش هيقدر يستناه وده لان كاميرون مسافر بعد شوية، وطلب منه مجموعة عمال علشان يعملوا توسيعات في مدرج الطيارة بتاعته لان حمولة الطيارة بتاعته كبيرة ومحتاجة مسافة اطول علشان تقدر تطير. وبعدها بيدخل بوب المقابلة وهناك بيبدأ يستوعب كلام ابوه وبيستنتج بوب ان كاميرون سرق الذهب وعايز يهرب بيه، فبيسيب المقابلة وبيجري على اصحابه وبيقول لهم على كل اللي عرفه. فبيقرروا انهم يروحوا المطار وهناك بيشوفوا كاميرون وهو بيجبر سارة انها تركب الطيارة بالعافية، فبيقرر جون ان هو يتدخل علشان ينقذ سارة، فبياخد العربية بتاعته وبيقف فيها قدام الطيارة وبيقدر يمنعها من الاقلاع. وبعدها جون بياخد سارة وبيكون عايز يهرب، وفجأة بتيجي بتركينا علشان تقبض على كاميرون بتهمة قتل بيك جون، وده لان هي بقالها فترة كبيرة بتجمع معلومات كثيرة عن اختفاء بيك جون وربطت بينه وبين قتل الرجلين اللي لقوهم في المية، وقدرت توصل ان كاميرون هو اللي ورا كل ده. لكن في الوقت ده بيوصل ريفو بكل تهور بيستخدم المسدس وبيضرب بتركين بالنار، فبيتصدم كلهم من اللي بيحصل وبيقرب جون من بتركين علشان يطمن عليها، فبتنصحه وهي على وشك الموت ان هو يهرب بسرعة علشان يتفادى شر كاميرون لانه ممكن يلبسه تهمة او يقتله. فبيسمع جون كلامها وبيجري من المكان. وفي اللحظة دي كاميرون بيتصرف بسرعة وبيطلب من ريف ان هو ياخد سارة اخته بالعافية ويرجع بيها على البيت، وبيتصل كاميرون بواحد صاحبه علشان يجي ياخد الطيارة ويمشي بيها بسرعة قبل ما حد يقدر يكتشف ان هو لقى الذهب. وبيستخدم جهاز اللاسلكي بتاع بتركينه وبيبلغ الشرطة ان هي اتصابت، وبيجي الضابط شوبو وبيكذب عليه كاميرون وبيقول له ان جون هو اللي ضرب بتركين بالنار.
وبعد شوية وقت بيجتمع الضابط شوب كل ضباط الشرطة وبيحط مكافأة قيمتها $25,000 لأي حد هيلاقي جون. وبتبدأ الأخبار تنتشر في الجزيرة كلها وبيكون السكان متحمسين جدا للمكافأة. وفي الوقت ده بيكون كاميرون رجع بيته وبيحبس سارة في أوضتها علشان يضمن إن هي مش هتعترف على أخوها ريف. أما جون فبيكون قاعد مع أصحابه في العربية في الشارع وبالصدفة بيشوف واحد من اللي واقفين فبيشاور على العربية وبيصرخ بصوت عالي لأن المجرم اللي بيدوروا عليه موجود جوه العربية دي. وبتكون في شرطية واقفة فبتبلغ باقي الوحدات بمواصفات العربية. وفي الطريق جاي بيطلب من جون ان هو ينزل من العربية ويستخبى في اي مكان وهم يضللوا الشرطة. وبيتفقوا ان هم يتقابلوا عند الرصيف البحري الساعة 3 وان هم هيكونوا جهزوا له مركب علشان يهرب بيها من الجزيرة. فبينزل جون من العربية وبيفضل يجري لحد ما بيدخل بيت واحد من الاغنياء ومن سوء حظه بيكون ده بيت كيلسي صديق توبر وريف. فبيحاول جون ان هو يهرب منه لكن كيلسي بيحبسه جوه الغسالة. وبيجري كيلسي على ضباط الشرطة وبيحكي لهم اللي حصل فبيحصروا البيت من كل ناحية وبيدخل شوب للبيت علشان يقبض على جون لكنه بيكتشف ان جون هرب من فتحة التهوية. وفي نفس الوقت ده سارة بتكون في اوضتها وبتنجح ان هي توصل لاختها الصغيرة ويزي وتقنعها ان هي تفتح لها باب الاوضة. وبعدها بتهرب سارة من البيت علشان تنقذ جون وده بعد ما عرفت ان الشرطة بتدور عليه. وبتخمن سارة ان جون راح يستخبى في الكنيسة القديمة لان ده المكان اللي هما كانوا بيتقابلوا فيه دايما. فبتروح على هناك وبتلاقي جون وبيقدروا هما الاتنين ان هما يهربوا من الشرطة. وبيروحوا على بيت فاضي سارة بتكون عارفة ان هو معروض للإيجار وده معناه ان هو مكان آمن وممكن يباتوا فيه الليلة. وتاني يوم بيلاحظ اصحاب جون ان عربية الشرطة لسه بتلف في الجزيرة فبيفهموا ان هم لسه ما قبضوش عليه فبيتفقوا ان هم يوفروا لجون وسيلة للهروب وده من خلال المركب بتاعت لوك ابو جي. وبيكون دور بوب في الخطة هو انه يجيب الوقود اما كيارا وجي فبيكون دورهم انهم يجيبوا المفتاح من لوك ويجهزوا المركب. وبيكون كاميرون قاعد في بيته وخايف وقلقان خصوصا بعد ما اكتشف هروب سارة وبيكون مرعوب لحسن سارة تعترف للشرطة. فبتطمنه روز مراته وبتقول له ان الشرطة لو عرفت حاجة كان زمان هم جايين يقبضوا عليه. وبتقترح عليه انهم يسافروا اي بلد تانية يعيشوا فيها خصوصا انهم لقوا الذهب خلاص لكن كاميرون بيرفض السفر في التوقيت ده علشان محدش يشك فيه ويدور وراه. وفي الوقت ده بيصحى جون من النوم وبيلاقي سارة سايبة رسالة بتقول فيها ان هي راحت تتصرف بنفسها وان هي هترجع على طول. وفي الوقت ده بيوصل فريق تحقيق من الولاية بقيادة المحقق راتشر وبيتولى الفريق مهمة البحث عن جون والتحقيق في جريمة قتل الشرطية بالتركين. وبتحاول سارة ان هي تتكلم مع المحقق راتشر وتقول له الحقيقة لكنها بتتفاجئ ان ابوها موجود في المكان. وبيقول كاميرون لراتشر ان سارة بتحب جون وعشان كده هي بتحاول تدافع عنه باي طريقة. فبتتصدم سارة في ابوها وبتقول راتشر ان هو بيكذب. فبيطلب كاميرون من راتشر ان هم يتكلموا على انفراد وبيكذب عليه وبيقول له ان بنته سارة بتعاني من مرض معين وبيطلب منه يرجع بيها على البيت. فبتستغل سارة الفرصة وبتهرب من المكان بسرعة وبتروح لجون وبتحكي له على اللي بيحصل. وفي اللحظة دي بيجي ضابط شرطة وبيكون عاوز يفتش البيت اللي هم فيه فبيهرب جون وسارة من البيت بسرعة قبل ما الضابط يشوفهم. وبيستخدموا ألواح التجديف وبيعوموا في المية لحد ما بيبعدوا عن المنطقة. وبيتفق جون وسارة ان هم يروحوا بيته بسرعة وان هو يجيب سبيكة الذهب وبعدها يجهز نفسه للهروب من الجزيرة. وبتطلب منه سارة ان هي تهرب معاه لانها خلاص بقت وحيدة بعد ما اتصدمت في ابوها واخوها. فبيطلب منها جون ان هي تستناه عند الرصيف الساعة 3. وفي الوقت ده بيكون ريف خايف لحسن يتقبض عليه فبيروح لبيري تاجر المخدرات في بيته وبيطلب منه يديله جرعة مخدرات علشان يهدى شوية. وبيعرفه ان الشرطة عرضة مكافأة للي هيقبض على جون وبيعرض عليه ان هم يدوروا سوا على جون علشان يفوزوا بالمكافأة. فبيوافق بيري لان مبلغ مكافأة كبير جدا وممكن يغير حياة اي حد. وبيبدأ هما الاتنين في رحلة البحث عن جون. وفي الطريق ريف بيلمح كيارا وجي وهم في عربيتهم فبيخمن ريف انهم رايحين يقابلوا جون وبيقرر ان هو يمشي وراهم هو وبيري. وبعدها بيوصل جي وكيارا لمكان المركب وبيتفاجئوا بريف وبيري وهم بيقتحموا عليهم المكان. وبيهجم بيري على جي وبيضربه وبيطلب منه يرجع له الفلوس اللي هو سرقها من بيته لكن بوب بيجي في الوقت المناسب وبيضرب ريف جامد جدا. وفي نفس الوقت جي بيقدر يسيطر على بيري وبيضربه وبيوقعه على الارض. وبعدها بياخدوا المركب اللي معاهم وبيروحوا يستنوا جون عند الرصيف حسب اتفاقهم معاه. وفي الوقت ده الضابط شوب وزميله بيفتشوا بيت جون واول ما بيلاقوا السبيكة الذهب بيحطوها في العربية وبعدها بيرجعوا يكملوا تفتيش. وبيكون جون واقف بعيد وشايف كل اللي بيحصل فبيقرر يسرق عربية الشرطة وياخد سبيكة الذهب ويهرب. وبيوصل جون عند الرصيف وهناك بيلاقي اصحابه واقفين مستنيين ومجهزين له المركب فبيودعهم جون وبيشكرهم وبيعرفهم ان هو هياخد المركب ويهرب بيها المكسيك.
تيك، وبيفضل جون مستني سارة على حسب اتفاقهم لكنها مش بتيجي، فبيقرر جون ان هو يمشي قبل ما الشرطة تيجي وتقبض عليه. وبمجرد ما بيمشي جون بتوصل قوات الشرطة فعلا للمكان، وبيقبضوا على اصحاب جون وبياخدوهم على مقر القوات علشان يستجوبوهم. وفي طريقه للخروج من الجزيرة بيتفاجئ جون ان سارة مستنيه في مكان تاني، فبيفرح جدا وبياخدها معاه وبيبدأوا الاتنين رحلتهم سوا للمكسيك. وبيجي الليل وبيتفاجئ جون ان الشرطة محاصرة كل الشواطئ اللي حواليه، وفجأة نور المنارة بيكشف وجوده في المية، وبتتحرك مراكب كتير من قوات الشرطة ناحيته علشان يقبضوا عليه. وفي نفس الوقت بتحصل عاصفة شديدة جدا، ولكنه بيفضل الموت عن دخول السجن، فبيقرر جون ان هو يهرب من قوات الشرطة ويمشي في اتجاه العاصفة. وفي الوقت ده المحقق راتشر بيطلب من كاميرون ان هو يتدخل، وبتكون دي حركة ذكية من راتشر لانه شاكك في كاميرون، فبيمسك كاميرون جهاز اللاسلكي وبيترجى جون ان هو يرجع ويسيب سارة تعيش حياتها الطبيعية. فبيسأله جون اذا كان هو اللي قتل ابوه، فبيسكت كاميرون وما بيردش على جون. فبيقرب شوب من كاميرون وبيعرفه ان هو هيفضل موجود معاهم لان هو مقبوض عليه وهيتحقق معاه. وفي اللحظة دي بتيجي موجة عالية جدا وبتقلب المركب بتاع جون وسارة، وبيقعوا هما الاتنين في المية. وبعد عمليات بحث كتيرة بترجع قوات الشرطة وبتعلن ان جون وسارة مفقودين، فبينهار اصحاب جون وبيتهم الشرطة ان هما السبب في اللي بيحصل لانهم هما السبب في دخول جون بالمركب جوه العاصفة. وتاني يوم بيفوق جون وسارة من نومهم وبيلاقوا نفسهم في نص المحيط، وبنعرف ان هما فضلوا ماسكين في طرف المركب وقدروا يصمدوا قدام العاصفة، وبيبدأ الخوف والرعب يتسلل جواهم، وبيكونوا فاكرين ان هما خلاص هيموتوا في مكانهم. لكن فجأة بيشوفوا سفينة كبيرة معدية من قدامهم على مسافة بعيدة، فبتستخدم سارة سبيكة الذهب علشان تعكس ضوء الشمس وتبعت إشارة استغاثة للسفينة، وفعلا أصحاب السفينة بيشوفوهم وبينقذوهم. وبيعرف جون وسارة إن السفينة دي رايحة لجزر البهاما، وده يبقى نفس المكان اللي كاميرون ودى فيه سبائك الذهب، فبيقرروا هما الاتنين إنهم يروحوا على هناك علشان يبدأوا رحلتهم في البحث عن الذهب. وبيخلص الموسم الأول من المسلسل. ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات، وما تنساش تعمل فولو لقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.